Thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover who never finds heart. A man to cover, but you tore me apart. Ooh, now I found a real love. You'll never fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. You gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. الله عايزة العيدية النهاردة تاني يوم العيد. حاضر يا ايه هدولك دلوقتي بس ما راح افك. بابي انت مش بتفك على فكرة، انت بتكذب علي. انا بكذب عليك يا ايه؟ اخس عليك يا ايه. بابي يلا بقى بليز. طب هديك يا ايه ما تنزلنيش. طب يلا مستنيك. ثانك يو دادي ثانك يو. يلا وانت كمان. بس ماما مسكت الطاقية اللي عاملاني شبه حبس بسوب بتاعي. انا كبرت على الحاجات اللي انت جايبها لي. انا وريتهولك وانت هو عاجبك. ماشي. اكتر عيال مش محترمه في العيد. امسك المواد دي. شوف حبايب عمتهم نايمين ازاي. امهم خرجت وشالتها. السناكس بتاعت يوم الوقفه لسه مخلصناش. حرام عليك. ما انت فاطر بقى. كل لولي كل ماما. المفروض ماما ومرام المفروض ان هم ياكلوا بقى صح. تم 6 شهور اهم وما بياكلوا عند الستة ولا الخمسة. مش عارف احنا اكلنا ايه لو يزن امتى. يلا يا جماعة طلعونا بقى العيديات. احنا اترسلنا لكم. ايوه اترسلنا لكم اهو. خلطوا بصوا امتو. ايه رايك في التسريحه الجديده؟ انت امر يا امتو. امتو البيبي بتاعك هيجي امتى؟ السنه الجايه 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 اللي بعد الجايه. تيتا تيتا اي خالته ميس. طب ما وحش. انتوا هتخرجوا طقم مين يا حته اللي وحش ده؟ طقم امك اللي وحش. انت شفتيش مامي اصلا؟ شفت امك؟ دمك وحش اصلا. انت ايه امك دي؟ امك انت قصدي المام بتاعتك. اي سير انت سمعت كلمة امك دي منين؟ مش شارع. انا عارفة قصدي خالته. يلا انا وانت نخرج. يزن يلا انا وانت نخرج. مش عايز اخرج. يلا يلا تعالي نروح الجاردن. جاردن ده انت رخم. يلا شبهك. يلا يا بنت يلا يا امير يلا يا حبيبي عشان نخرج. مش عايز اخرج. يلا يا حلا عشان نخرج. يلا يا روح. يلا تصافي لنا ساعه من حسابك هتيجوا بس انتوا ما جيتوش. فيلا نمشي. بس ممكن استاذن مامي وبابي الاول كده كده احنا في الجاردن. لا استني عشان دادي ممكن يقلق علي. وين لا انا هخرج مع نوح وايزل وايلا. ايلا مين بقى يروح؟ قصدي حالة سوري بابي. ليش يروح؟ رايحين فين؟ هنروح الجاردن هنا. ما تخرجوش الشارع. باي مامي باي مامي. ايزل بتقول عليك ان انتي صفرة اصلا. باي مامي. تجهيزات خطوبتي امتى بقى؟ البرود ده ده لو كانت تجهيزات خطوبتي انا كنت عمرك ما تعملوا كده. مالكيش دعوه والله بجد. يا ريتني تجيبوا لي تجهيزات خطوبتي بقى. حبيبتي اسكتي بقى. على فكره مش عارفه اللي انت عايزه تتخدي يا بنتي. الخطوبه وحشه. هيشيلك ويقولك يلا ايه. مالكيش دعوه الخطوبه وحشه. انت عشان ما فيش حد سنجل. لا مالكيش. انا سنجل من غير ليه. اسكتي بقى مرتبطين. خلاص اسكتي. تغني لي سنجل شبح. لا انا يا بنت قليله. خليك سنجل. انا الحمد لله مش سنجل. لا يا بنتي خليك مرتبطه. الرب والله العظيم انت القعده معاكوا تشيل. ايه ده؟ ما انت كنت فاهم
كنت قاعدة مع ما فيش، كنت قاعدة معاهم بس. فانت عارف القعدة بتاعتهم تعلم كنصيبة فضحتوني. لين ده كرم عيط عليك ادك قد ايه؟ هو لسه ما عيطش عليا بس هيعيط عليا برضو. ما تكدبيش على فكرة. هي ال 200 جنيه اللي انت اديتها لها هتعمل ايه مثلا؟ والله العظيم خلاها تطلع بس وانا هوريها انا عملت ايه. يا لميس ومصطفى بيديك 200؟ 1000 جنيه. هو يدينا 5 بقى. عايزين نعمل تجهيزات البنت اللي في حياتي. قسما بالله ما شفت بنت عايزه عادي بقى يا بنتي. ده انا طول انت قاعده معايا كنت بخطبها متجوزه كده، كنت عمري ما قلت له حاجه عاديه. ما اعرفش ايه الجيل ده. اسكت انت نامنتي. يلا هات بقيه الفلوس. هديكي يا لين بس اقعدي ساكته دلوقتي. شوفي يا طنط مش عايز يديني ابن اختك ده بخيل قوي. ما تديلها يا كرم في ايه؟ ما هي لسه طفله عندها 14 سنه. شكله ابنك بخيل قوي يا نور. بخيل ده وطلع لكل رجابك. هو انت هتتخانق على حسابي؟ انا ماشي. انت القعده معاك تفطر. الواد متخيل ان انا لسه في رمضان. احنا تاني يوم العيد يا حبيبي لو ناسي. بنساش على فكرة عشان انا سايمة ستة البيت. فكر اللي انا لسه في رمضان. اه ربنا يتقبل منك ومن اختي كمان. اختي سايمة. طيب ده مالك خارج؟ اسكتي يا بنتي ده شلون. او انت يا كرة مش ناوي تعايد عليا؟ مش انا كده. انا عايز اعرف مش هنا معايا فلوس عايد على مراتي. او انا اقرب له ايه؟ بقول لي العيلة وكده اللي انا عايز اتخدم بقى. والنبي بقى والنبي يطلع. انت هبلة يا بيه. اه بجد شكلها هبلة. لا محدش يقول على الباي بيست فريند كده. والله يزعل مني. والله استنوا استنوا خلوكوا هنا محدش يمشي. ازيكم ازيكم عاملين ايه؟ مش كويسين من بعد ما شفنا ايه. بص يا جماعه بقى من غير ما اي حد يقول لي ويوقفني وكده انا عايزه يلا بينا عشان عايزه عايزه بتخطب انا والواد. يلا عشان تخرجوني عايزه تجيبي التجهيزات وكده. ما يلا بينا نروح عند الملاك اللي راقب. انا ما فهمتش اي حاجه والله يا بنتي. مش لازم يا طنط تفهمي ان شاء الله. بس محدش يفهمني بس انا فاهمه نفسي خلاص. لازم نفهمك عشان تفهمي نفسك. ازاي انت مالك؟ انت مالك حبيبتي مرات اخويا. يلا بينا عندها بقى بقيه القابل. لا انا العروسه. انا عندها الملاك زي نايمه. نايمه ايه دي؟ بطلش نوم. قلنا الملاك ملاك. طبعا احنا عايزين نخرج كلنا. هنعمل ايه؟ طيب عايزين نجيب تجهيزات الخطوبة بعدي. طيب هات الفيزا بتاع خطيبك ويلا نروح. لا خطيبك البيت يعني جوزك. لا يا حبيبتي انا جوزي. اخويا جبت تجهيزات خطوب. لا كل واحد يجيب فيزا جوزه. يا حبيبتي انا كده كده ما عنديش خالص. جيبي من امك القعده يا حبيبتي. انا مالي عشان ماتت موتيني وانا لسه عايشه. يلا ارتقت كيفك. شوفي يا ماما شوفي يا خالته موتتك وانت عايشه. يلا بقى ما تشيلها يا بنت انت وهي. ماشي يلا نفتح فيديوز. انا اللي هبدا عشان انتوا بتكرواتوا الدنيا. تمام احنا الحلوين النهارده جانا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عباره عن تجهيزات خطوبتي. قبل ما نكمل الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والكومنت. اكتبوا لنا كومنت حلو زيكم كده واكتبوا لنا افكار. لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك وبنحبكم قوي. يلا بينا يا جماعه عشان خاطر فاضل اقل من شهر ونص وهولد. متحمسه قوي مع اني لسه مش عارفين نوع البيبي ايه ولا حتى هيتسمى ايه. بس متحمسين اكني يا جماعة والله العظيم اول بيبي يدخل العيلة. فيلا بينا هنروح المول ونرجع لكم. وهنا كده بعد استني يا حبيبتي انا هبدأ انا العروسة. خلاص وطبعا يا جماعة دلوقتي احنا وصلنا المول ويلا بينا عشان نختار فستان الخطوبة بتاعتي وكده. محدش هيجيب اي حاجة انا بس اللي هجيب عشان امال ايه اللي جايبنا بقى؟ الدنيا غالة. طب ادخلي. انا عارفه لازم اخش انا الاول يا جماعه. يلا اهلا وسهلا. انتوا تاني انتوا معاكم فلوس كده ليه؟ كتير قوي كده ليه؟ الله يخرب بيتك. الله
عزباب الشطرة اسمها ايه يا جماعة بتقولها ايه؟ لما بينهم صدم غلهم استني كل عزب رب الفلك كل عزب رب الفلك كل عزب رب الفلك. عرفنا بقى ان انتو معاك فلوس كتير عشان انتو بتعملها على اليوتيوب. دي بنتي مالك يا مرة انتي ما تجننيش يا حاجة. اسكتي انتي صايمة اسكتي نايمة. انا العروسة والنبي انا العروسة انا العروسة انا العروسة لا هو هي اغنية انا العريس. طب خلاص انا العريس انا العريس خلاص. طبعا احنا عايزين طبعا الفساتين قدامنا مش عايزين ناخد رأي حضرتك. طبعا يا عروسة يلا اختاريك تاخدي خلصي. استنى وسع كده يا عمي وسع. لانا خلصي يا لانا. ايه حلو ده عليا روحي قيسي البروفة انا جاي خلص. البروفة خلصي يا لانا بطلي بروف بقى. حاضر يلي ادخلي. اه برودك يا لانا والله. ايه رأيكو دقة بنتي بقى وخلصنا. ايوه بجد لا تحفة حلو بجد ذوقي حلو انا العروسة. لا ماشي وحش بجد والله تحفة. طب الواد بقى بتاعي عايزة حاجة تكون بنتي. ما هو بصي يا بنتي يا غاية ما هو ده دي اللي بتاعته هما هنا ماشي. وعايزين توكا بينك وعايزين توكا بينك بقى. لا التوكا البينك دي هنجيب عليك من البيت تمشي. ايه رأيكم كده انا اصلا قمر في أيوة كل حالات. هتقولها زفت الطين البتاع ده زفت الطين ايه. امسكي عشان امسكي هدومك رن عليه ياخدك بقى. لا انا العروسه يلا اللي ياخد يخرج بره. مين اللي على قليل الدور هياخد؟ اخد انا اخد انا ايه بقى اخد ده زي اللي مين كانت لابساه هي لابساه بره هي التوك توك كيفاه توك توك كيفك انت ده ما تشتروش والبسي بتاعي وريحي نفسك. صح والله البنت دي بتفكر ما تشتروش والبسي بتاعها وريحي نفسك. لا برضه هناخده ممكن يكون شكل تاني خالص. طب روحي اسيب في البروفة. حاضر هخش البروفة زفت والله نفس الستايل بس يا بنتي يا لانا تعالي كده بتلعيش عايزين ايه لسه ما تشوف والله زي ما نلبس انا وانت في نفس الخطوه يا شباب. بقول لك انا عروسه عشان تاخد منك الدور انا عارفاك. وانت داخله فين انت غبيه اللي ياخد حاجته. طب الطقم اللي كان معايا ده باين بناتي او بس حلو صح مش هرضى يلبسه. بقول لك يا هبل ما تشتريهوش والبس بتاعي. اسكتي امك معاه فلوس امك معاه فلوس ما احنا كده كده كلنا بنلبس مع بعض امك معاه فلوس. اسكتي ما هي امي هي حماتك. امي بس حماتي بس بقى انا بفكر ما البس دريس ما البس طقم. مين اللي بتقول انا كان النوز عايز البس طقم ده. بسم الله ما شاء الله لا النوز بجلالتها تلبس دريس عادي كده ولا ايه اللي انت شايفاه. ارن على مروان واساله. لا هو علينا نختار هما يلبسوا غصب عني هو ابن خالتي ف استنوا كده يا جماعه وسعوا لي كده انا عايزه اجيب الطقم دي. ادخل ايز ده افتحوا لي البتاع دي. على فكره عندنا واحد شبه مش عارفه ليه يا جماعه تحفه بنات والله انتوا بتطبلوا لي. لا حلو والله حتى غير التسريحه ورد هتسيبي لسه مش عارفه. هاتي لي اختي هاتي لي البتاع دي. جماعه انتوا ما بتبطلوش شراء هدوم ولا ايه؟ معلش عندكم كاتب كتاب ولا عندكم ايه بالظبط؟ عندنا طلق ابويا. ابوك هيطلق وعاملين له حفله. ابويا ميت اصلا. البقال خلصنا بقى وخدنا الصوره المصغره بتاعتنا وهنروح بقى البيت و وكده يكون فيديو التجهيزات بتاعتنا يعتبر كده خلص لان احنا جبنا اللبس معاكو واستنوا بقى فيديو الخطوبه المفروض نتكلم صح. يلا يا جماعه انا العروسه انا العروسه. يلا روحنا البيت واستنوا بقى فيديو الخطوبه. بنحبكم قوي يا جماعه وعايزين بقى الفيديو ده يجيب مشاهده عاليه قوي. باي. استنوا بقى الفيديو بتاع اللي هو حفله الخطوبه بتاعتي هتكون جامده. باي باي. Show me your shame.